أقامت سفارتا العراق لدى إيطاليا وحاضرة الفاتيكان احتفالا ضخما للاحتفاء بالذكرى 91 لتأسيس الجيش العراقي، ولبى دعوة السفيرين سيوان برزاني وحبيب الصدر حشد كبير من ممثلي السفارات المعتمدة في روما وأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد كبير من أبناء الجالية العراقية. نهني الشعب العراقي والجيش العراقي بالذكرى 91 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، هذا البلد الذي قاتل الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. نهني هذا الجيش البطل، وكذلك نقول لقوى الإرهاب بأن الجيش العراقي حاضر لكافة المنازلات معهم مهما طال بهم الزمن ومهما أرادوا الغدر في العراق، ونعاهد القيادة العسكرية والسياسية المنتخبة بأن نبقى الجنود الأوفياء بالذود عن العراق العظيم. بعد الإنجاز الكبير الذي حققته حكومتنا الوطنية الذي عد إعجازا وهو الانسحاب الأمريكي من العراق، ترتبت عليه مسؤوليات وتحديات، أولها الدفاع عن حدود العراق وسمائه ومياهه من كل معتد خارجي أثيم، وثانيها حماية المكتسبات الكبيرة التي تحققت لشعبنا العراقي في ظل العراق الجديد. الجيش العراقي الجديد يمثل كافة أطياف الشعب العراقي، يمثل جيش حديث، جيش يلتزم بالدستور والقانون العراقي، جيش في دولة ديمقراطية فيدرالية مثل العراق، الذي سيكون إن شاء الله في المستقبل على الحدود العراقية وداخل المعسكرات لحماية العراق من أي خطر خارجي. ونستذكر في هذا اليوم كل ضحايا وشهداء الجيش العراقي الباسل الذين قاموا بحماية المواطنين العراقيين والحدود العراقية خلال هذه الفترة. جيش جديد مهمته ورسالته الذود عن حياض الوطن وحدوده وسلامة وأمن مواطنيه، شعار تردد على لسان جميع الحاضرين، وأمل حقيقي وصادق نبض في قلوبهم المتعطشة إلى اليوم الذي ينعم فيه العراق بالأمن والأمان الكاملين.